السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهاردة وجايبه لكم وصفة جديدة، وهي تسمين الخدود. تسمين الخدود والوجه كله. طبعا الوصفة دي معمول خصوص علشان خاطر مين؟ البنات اللي بتعاني من نحافة في الوجه. الوصفة دي عبارة عن حلبة، معايا جايبه لكم هنا معلقة حلبة مطحونة. الحلبة دي ممكن تجيبيها وتطحنيها، او ممكن تجيبها مطحونة من عند العطار. وعندنا نحط عليها معلقة من الزبادي، وكمان معلقة مية ورد، التونر الطبيعي بتاعنا ده. نبدأ نخلط الخلطة. طبعا الخلطة دي يا جماعة اللي هيعملها ما يجيبهاش عند منطقة القلب، الأنف ممنوع. لو عملتيها عند منطقة الأنف هتكبر لك الأنف. احنا عايزين نسمن الخدود والوجه من غير ما نيجي جنب الأنف. نزود لها كمان شوية مية ورد عشان الخليط بتاعنا مش عايزاه لا يبقى ثابت قوي ولا يبقى ماسك قوي. كمان شوية حوالي معلقة او معلقة ونص كبيرة. كده وصفتنا بقت جاهزة. طبعا ازاي نستعمل الوصفه دي؟ بناخدها عن الخدود او على الوجه ما عدا الانف. طبعا بندلك بها تدليك دائري ونسيبها لمده ساعه، نص ساعه على بشرتنا. وبعد كده بنقوم نغسل وشنا بميه فاتره، وبعد كده نعمل مكعبات التلج اللي هي ميه الورد. الوصفه دي جميله، بتتخن الخدود، بتسمن الوجه. بنصح كل البنات اللي بتعاني من نحافة الوجه ان هي تستخدمها، بجد بجد مفعولها جميل جدا، وهتلاحظي النتيجة بعد ما تستعمليها. لو الفيديو عجبك ممكن تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي.